مسجد هروي برتمها مجال دبور مو حكى سعد تفسير اي كيدين هيان علوم واوين بل سمانتا عرتي سند كان شهادة هير كالباد مستر تك قادن يا كلية الشرعية شريعة ذي كان معد عمود كواسو دقيسي قيمة لغو سمين ديو علوم تديني جاي فسلا دا كسو برتين وكوان قار كمد علوم دا وبلشد وصو بندق يا كتاب أنزلناه إليك مبارك وكتاب عن كوكوس الدجنادقة يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك من كتاب بركي سوي ليدبروا آياته وحن سوى الدجنية إن آياته سفير في ريان تطلق وكتف قرآن وتأملات ووفر صدا ومعانيه هي أوامرته وفرعه نواهيه أي فهمان برنامج كان أهدوه ري نوع إيسا يوحو قيب كان نقونا يا بوغاتي علم باريس تقالي تشبين ندا شهادة دهير كالباد يجامعة دعمود وحان قوب كولا مسؤولين تكولية الشرعية شرعية جامعة دعمود أردي يدنيال كالي أهدوه ري نوحال كاسي كالي دكتر محمد علي نجي هرمود كولية الشرعية شرعية جامعة دعمود يا قويها نوحكا ديك كولية دا وحان استلتاين أهمية برنامج كاني أنا وكهلا يمجع كلية الدراسات العليا جامعة عمود أيام برنامج كنا دهفرنا وحين نقعد نتها سلسلة صعدون إن شاء الله إلى أنت إلهي نقعد قدره سلسلة صعدان جامعة عمود وحكت رسان قيب ليرادو الشريعة وأصول الدين تاسو إلى الله بكم يسدي تونخي لفري تخصصات إلى تدوب قارية أي أصحاب الكتابتك وحنا كمل التخصصات كمان تا أنا فردنا مرتدى أنا نهاية تفسير القرآن الكريم كأه وأنا جامعة أوجه الرئيس برامج كاسي وصوب النكتة ندوينها حتى يدو عن بعد أه أما أقدر تدنا والله قصة ما يخرا ولا أقولي جامعة عمود وهم كأرضي ما دافع دونك كواح كغلكتة سأقدر تد أقانتي بعثي من ذي أقانتي بأول هدي للرئاسين جرو سفر لوج الجري أيا الحمد لله العلم يؤتى ولا يأتي بهيدا العلم يأتي ولا يؤتى به isagii ba hadda isoo socda albaabka kugu soo garaacaya marka waxa leenahay marka aqoontu wax weeyaan waxay yareysa malihin dadku ha bartaan aqoonti kale ma digahayna iyadana meel ba laga gaaray wada socotaan ta shariicada islaamkuna waa ba awla weeyaan iyaduna inay ayba ka horeysay dhaafto maxay yeelay iyada asal ah hadda walaal yar dardaar nabigeenu wuu noo dhameeyay inaga waxay nala gudboon diinta barashadeeda walaal yar intaan doonayno فرصت بيا علينا سيئة جماعة عميد فرصت ده فينا سيصير كلية الدراسات العليا نهلاقة هلا برتو نمو البوحي وضوني إن شاء الله تخصص وضوني وكهلي هذا التخصص حسب علمي هو أول تخصص على مستوى جامعات سومالاند كذلك الدارسون للقرآن الكريم نريد الدارس المتمكن المتخصص يستنبط ويستخرج لنا العلوم المختلفة من كتاب الله سبحانه وتعالى ويخرج هذه العلوم ويسهلها وييسرها لهذه الأمة فجامعة عمود كانت السباقة لهذا التخصص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في العاملين عليها وطلابها ومعلميها ونسأل الله تعالى أن يوفق الحضور لكل خير وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم سيداسو كلاي دينا عكلنا دكتور عبد الفتاح حاجي داود ورسمي هرمود كخيبت مستر تي جامعة عمود واسمه كوبتا كعلي اي اي دي برنامج كان معناتا ان قبلنا وحوها ان ان علوم تي ديني قاها ان قولادي مستر تي ديني سي قولادي نيمي كقلين شبين ايسا او ارين تي فلين ايا وحي اي بارتين ايا وبلشدي محوها او قدبين ايا او فلين ايا ان معلمين تي ايو تغان او معلمين تي سو امتحامان وحال كاليو تجابي وقفكي وحي او بارتين سيدي او قدبين ايا مركا تاسي واد رجوين او نو كرادي ولي وحان اران كرنا واميركي او ريسي نظام نو عاسا علوم تدينيغا لو بارتا ودنكينا وحنا ربنا هلكا انان كسي هورمرينو كسي بلاادينو وايو وا علوم اصل او اه ماركا لا ايغو قفكا مسلمكا اه نولشيسا وحا ان كلون ولي ان ربنا ماركا نيميكا ان وقابكا ان علوم تدينتا او برانا وحبان كلا سارنا وحنا نيرانا واخ ليدادو مادي با جيره يا واخ ليداد ديني با جيره سمينا لكن دينتو نولوشو دمبكو دا هادشا دي ماديغا تايا دي دينيغا با تاي دينتو نولوشا كودا هادشا
وكتاب القرآن كو وكه الله وح الدنيا تشرى وح وآخرة تشرى وح كسوقف كمسلم كي ومحوها نلشي سكو حيران نودن وكتاب القرآن كو ساينس كو كورما وح كورما جغرافي كو كورما وح كورما قف كأرم عين وح أرمها بلشل كورما وقف كنلشي سو كورما مركات ثان وحرمنا إن لبدن علمي محوها ليس دحك ليه مرك حتى واحد شلوق ولدني مك قلنا جميني سبوعة هاي قرآن وما نشي دوي ذي صوت دفاع ذين مرك إن شاء الله هو حرمنا إن عن دنيا ذا صدنا عن 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 محوها كثيرنا وإنه كهرم مرينا وحبرش ذا لحد هذا علوم تدينك دكتور محمد موسى جبريل كدومي كحيين كارمها وحبرش ذا جامعة عمود أي اسمه كل كتل ما مع علم بارز تناي سميين أرتد شقون أحسن بقتان حقيقي waxay sameeyeen inay research ama cilmi baaris ka soo sameeyeen ama baxday qaabka duruustu uga socoto masaajidada ku yaala magaalada Buurame waxay eegayeen maxaa u qabsomay masaajidkii saxda ahaa ku taagan maxaa ka dhiman marka wixii saxna inay culimada ku taageeraan ay yiraahdaan waa qaybahaas si wanaagsan baa u socdaan wixii ka dhiman iyagu uga aqoon badan yihiin inay tala ka siiyaan marka shaqo wanaagsan bay soo qabteen masaajidii tageen muddi la joogeen daraasad bay ka soo bixiyeen talooyin bay ka dhiibteen aad iyo aad iyo aad baan ugu bogaadinaya waxana ku dardaaraya in shaqadaas halka ka sii socoto ay jaamacadu gaar ahaan qaybta shariicadu ay raad ku yeelato wax weeyaan duruusta diiniga ah ee ka socota wax weeyaan magaalada Buurame iyadoo lagu marka dambana lagu fidi doono wax weeyaan dalka intiisa kale Cabdirsaaq Umar Macaad Awliyo Television CBA Buurame.